اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى جبت لكم معايا ايه النهارده. ايه ده الله الي فونديشن جيم فيد مي فيد الي. الله بص بقى الايه الفيل الفظيع قوي اللي شكله يجنن ده. هنلعب بقى بيه اللعبه دي. كان صالح الاطفال من فوق سن 4 سنين وممكن نلعب بيها من 2 لـ4 لعيبه. هنفتح بقى اللعبه مع بعض ونتفرج عليها وليكم بقى زينه ان احنا نلعب بيها وايه القوانين بتاعتها. دي شكلها لعبه مضحكه جدا. بص الولد والبنوت قاعدين بقى هنا بيلعبوا بيها ازاي ونشوفوا مين فيهم اللي هيكسب. ايه ده بص بقى مكتوب عليها ايه ورا هنا press my arm. نضغط على الارم بتاعه المناخير الزلومه بتاعته هتطلع فوق. وهنا my ears flap لو احنا حطينا اكل في بقه ودنه هتطلع لفوق. الله مكتوب هنا بقى ايه spray water بيرش كمان ميه. واو ده شكله هيكون لعبه جامده جدا جدا جدا. هنفتحها بقى ونشوف ايه ايس سبراي ووتر ده. نشوف هيقدر ان هو سبراي ووتر ازاي. ده بقى هنا الاكل بتاعه او بصوا بقى اكل كتير قوي مختلف. اوكي الله بصوا اشكال جامده ازاي. هنا بقى ده الفيل بزلومه اهو قاعد. واو بصوا ونزل بقى مراحيله كده وايده بتطلع لفوق. الله شكله جامد قوي. بصوا بننزل ايد مراخيله بتطلع لفوق ولما بنحط اكل في بقه بقى ودانه بتطلع لفوق. بصوا بقى دي فوق احنا هنركب بقى ودانه. هو اول مره اشوف فيل من غير ودان. دي بقى الاكل بتاعه. اوكي بنحط بقى الاستيكر عليه الاكل وبعد كده بقى نحطها في بقه ونلاقي بقى ودانه طلعت لفوق اهي. بصوا بنحطها بقى كده في بقه المفروض ان هو بقى يرش ميه كمان. بصوا شفتوه. واو بصوا وجاي دايسين بقى على ايده كده وجاي بقى هنا رشش علينا ميه. طبعا هقولكوا بقى الخطوات ونقدر ان احنا نجربها مع بعض في فيديو تاني النهارده. بس كنا نتفرج على المحتويات بتاعتها هوريكوا بقى ازاي بتتلعب بيها بقى في فيديو تاني. انا نفسي شايفه ان هي لعبه حلوه. بص بعد ما ركبت ودانه شفت بقى ودانه بتتحرك ازاي مع مراخيله. لا فكره فعلا فظيعه. ويبقى في الكومنتات رايكم فيها وكليك ما تنسوش تعملوا ايه لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا اصحابي. باي باي.